السلام عليكم. علشان تعرف ازاي المخدرات بتأثر على الجهاز العصبي، لازم الاول نفهم طريقة عمل الجهاز العصبي. تخيل انك اتعرضت لقرصة نحلة، فطبيعي ان القرصة دي تسبب لك ألم، لكن في البداية مكان القرصة بينشئ رسالة عصبية بتنتقل عن طريق الخلايا العصبية الطرفية لحد ما توصل للحبل الشوكي، وبعدها بتوصل للمخ، وهنا المخ بيبدأ يدرك معنى الرسالة وبيخليك تحس بالألم. ومن هنا جات فكرة مسكنات الألم. معظم مسكنات الألم بتعمل على منع وصول الرسالة العصبية للمخ. لو ألقينا نظر على تكوين الخلية العصبية هتلاقي ان فيها أطراف أو مشابك، وعلى رأس المشابك دي بيكون موجود أجزاء صغيرة جدا اسمها المستقبلات العصبية، والمستقبلات العصبية هي اللي بتستقبل الرسالة. فمسكنات الألم بتملأ المستقبلات دي، وبالتالي ما بتخليش فيه مكان لاستقبال الرسالة اللي هتسبب الشعور بالألم. لكن المخدرات زي الترامادول والكوكايين والمورفين ما بتستكفاش بأنها تسكن الألم، دي بترسل رسائل عصبية للمخ علشان يفرز مواد كيميائية زي النور أدرينالين والدوبامين وغيرها من المواد التانية، والمواد دي بتخلي المخ يشعر بسعادة رهيبة ويشتغل بكفاءة عالية جدا، وبتسكن الألم وبتخلي الشخص منتبه ويقاوم النوم ويقدر يشتغل ويستحمل لفترات طويلة. وفي مواد تانية زي البانجو والحشيش والكحوليات، ودول بيبعتوا رسائل عصبية للدماغ علشان يهدأ ويصبط الجهاز العصبي، فهتلاقي الشخص في حالة استرخاء رهيبة ومش مدرك بأي حاجة حواليه. وفي أنواع تانية كتيرة من المخدرات، وبيختلف تأثير كل نوع على حسب المواد الكيميائية اللي بيخلي المخ يفرزها. وفي تطبيق اسمه نيرسو ميديا بيعرفك ازاي تقدر تتعامل مع الاشخاص اللي حصل لهم تسمم بالمخدرات او بالمواد التانية، وازاي تقدر تعالجهم وتقدم لهم الرعاية الطبية. وهسيب لكم لينك تحميل التطبيق تحت الفيديو في صندوق الوصف.